نخدم شويه مازوت كنيترة معناتها شكون كنيترة صغيرة. ما نحبش ندور لحد لا دولة وما ندور لحد شيء، أنا جيت باش نحب نعيش، أعطيني تو نبطل. كيف نخدمش أنا مع ماما ما نعاونش ماما شكون باش نعاون في الدنيا ذي؟ يعني أنت كناترية صغيرة مش هي تاع. ريسك موجود في كل ثانية وتمشي وأنت معاك الريسك. الدولة بركها السرقة، كل واحد يعبي إشكارة ويهرب، مو رانا بقرة، صغير أنا. ما عادش فينا راهو، المفيد رخصوا لنا في البنان والتفاح، يرحم ولدي. يعني الواحد راهو يشوف الدنيا بعينيه يعني تاو يموت بقلبه الواحد راهو، عليه هذا كله علاش علينا؟ يا اخي شنو زيدوا لنا شيئين هذوما يا اخي، ثم ناس تتعشى ما تغدى وتغدى ما تتعشى راهو. وزارة التجارة هبطت قرار سعرت في البنان ولا ب 5000، التفاح ب 4500، وكل مخالف عنده خطية 500000 وحجز البضائع، شنو رايك اليوم في القرار هذايا؟ وهل هذا القرار اللي كان يستنى فيه تونسي ولا؟ ايه هذاك هو معناتها الحمد لله، كيما المفروض المفيد رخصوا لنا في البنان والتفاح، يرحم ولدي. اش بكي تضحكي معناتها؟ اي البنان فايده والتفاح فايده، مال هما ما شافوش الخضره، ما شافوش الغلاء، ما شافوش الطماطم والبطاطا والفلفل، هذا كل ما شافوش، ما شافوش اللحم، ما شافوش الدنيا كل زادت، ما شافوش المواد كلها زادت. يا شنو يا اخي القليل وصغير انا حبسنا، مو رانا بقره، صغير انا بقى ما عاد فينا راهو. يروفوا بينا نحن نطلبوهم تاع وزاره التجاره يشوفوا راهو الزيادات هذه ما ثمش راهو نقص الا الزيادات، معناتها كل شهر بالمرتين تقريبا زياده. يا عليه يعني يا اخي مش باش نمشوا نحن يا اخي، رانا شعب في بعضنا يا اخي، رانا يعني يروفوا بينا يروفوا بالزوالي راهو. راي ثم ناس ما تقدش تشري، ما تقدش تشري خضرتها، ثم ناس تشوف التفاح وما تشريشو، ثم ناس البنان تشوف وما تشريشو، ثم ناس تشوف يعني تلقط معناتها في زبابل معناتها في الخضرة والفضلات معناتها. راهو صغير أنا الشعب رانا جوعنا كهو عليه، يعني اللي ما يخدمش وقاعد حتى اللي يخدم حتى نفرضوا أنه نخدم راهو صحيح بس يعني ديما تجيب فارغ راهو، اللي يصور ويمشي ما يلقى شيء راهو. ما عادش واصل راهو، يعني ماذا بينا يروفوا بينا شوي، رانا تعبنا يعني خصوصيا الزواولة الناس اللي ما عندهاش واللي ما عندوش مدخل، ونحن مش هذا كلنا نعملوا في النقطة الأخيرة، أما النقطة الأولى يا أخي حتى اللي بشهريت وراه ما وصلش راهو يا أختي، راه ما وصلش، رانا تعبين، رانا على الأخر تعبين، رانا يعني الواحد راهو يشوف الدنيا بعينيه يعني تاو يموت بقلبه الواحد راهو. يعني ماذا بين يلتفوا للمشكله هذه، راهو رانا مسلمين، رانا اشهد ان لا اله واشهد ان محمد رسول الله، راهو يعني مش التاجر ولا اللي يشوف يزيد علينا، رانا خيين يعني، رانا امه واحده، امه اسلاميه، رانا وجاينا شهر رمضان الفضيل، معناتها القليل منين باش يجي منين؟ ماذا بين الناس كل كيف كيف، ماذا بين العباد كلها تاكل وتتعشى، اما راهو بنان يقول لي البنان والتفاح صحيح البنتي هو مسكين ما قدش باش يشغل المواد، الخضرة ماشي البنان والتفاح دي حتى ب 5000 غالي. أنا ما نشريش وأنا البنان، أنا نشوف الوكه وما حشتيش، ما حشتيش باش نشري، أنا نشغل المواد الأساسية ما نجمش نشري. ثم ناس يقول لك نشري عادي واللي ما عندوش دخل معناتها، يا أخي الواحد يا أخي ما عندوش باش يمشي يسرق عليه هيك، عليه من الثورة وهي جا المسكين ضرب الزوالي عليه. عليه هذا كله علاش علينا يا اخي؟ شنو زيدوا لنا شيئين هذوما يا اخي؟ يا ولدي التفوا بينا، راهي ثم ناس ما عندهاش بالحق راهو، راهي ثم ناس مرضى، ثم ناس ما لقاش باش يشري دواء، ثم ناس تتعشى ما تغدى وتغدى ما تتعشى راهو. فما شكون يحس بالزوال ويخمم فيه؟ اي نحن نحسوا ببعضنا، خاصة الزوال نحسوا ببعض، اما اللي شبعان ما يحسش بالزوال، يفكر كان في روحه انه شبعان ولاباس والحمد لله، البقية جاء تحت الرجلين. أول حاجة هي رانا نحنوا على بعضنا، كي نحنوا على بعضنا تحن علينا الدولة، وشنو الحنانة؟ من الحنانة من الدولة ومن الوزارة وانت هابط إلى المواطن، مش هو يتعشى ويفطر وياكل ويشرب وما يفكرش في الزوالي، راهو عيب. الجار للجار رحمة، الجار للجار رحمة، يلزم كل واحد يتفقد جارو، يتفقد اللي ما عندهاش، رانا تعبين على الاخر، معناتها مش انت تتعشى وتتغدى والاخر بول عليه، ما يهمكش، رانا ناس معناتها رانا تعبين، يعني نحسوا ببعضنا، كي نحسوا لبعضنا ونروفوا لبعضنا، حتى
حتى ربي يرحمنا يوم يرحمونا منه ويرحمنا ربي سبحانه وتعالى. اما لا اله الا الله محمد رسول الله يا رسول الله، يعني انسان معناتها الاخر متعشي ومتغطي ولابس ولابس احسن لبسه وماكل احسن اكله، والاخر يبيت يمشي في الشارع يراعي كان بعينيه محرومه عليه عليه هيك. من احسن الامم راهي تونس، من احسن الدول اللي رانا، ما كناش مستحقين حتى الواحد رانا. توا مستحقين؟ توا ولينا مستحقين. ولا يعايروا فينا ان احنا كنا نحن نعطوا كنا نهدوا، ولينا هما يعايروا فينا، ولينا نحن ما عندنا شيء. شنو اللي بركها البلاد؟ شنو اللي خلاها هك؟ كنا لاباس علينا، كنا عندنا كل شيء، توا قلت ما عندنا حتى شيء. بركها البلاد وقت الواحد يحطوه مسؤول باش يراعيك الرعية اللي عنده، يفكر في روحه باش يعبي ويملخ يهرب، ما يفكرش انه اللي بعده. كل اللي جاي جاي على مصلحة، مش جاي على مصلحة البلاد خلاص، يعني جاي على مصلحته ومصلحته هو الخاصة وصغاره، باش يعبي اللي عنده ويخلي هذاك. وش بركها الدولة؟ الدولة بركها السرقة، كل واحد يعبي إشكارة ويهرب. هي شنو شنو تونس؟ وش قاعد فيها؟ ما قاعد فيها شيء. مش قاعد فيها تونس يا اختي؟ راي قديش باش يضاهي الواحد؟ كلها سراق يا اخي يجي باش يخدم الدوله، يجي يفكر في روحه هو، يفكر في صغاره، ويفكر في سهريات، ويفكر في باش يعبي في البنوك يروح ويبعد ويزيد يقشع، يزيد يفصع يمشي من البلاد خارج تونس. عليها روح حرام، برا راك هزيت وبرا راك مشيت، وفي الاخر برا شوف روحك في الاخر، لا لك بروحك ولا لك بكرامتك، لا لك ما الدنيا ذي، وانت على الناس للناس. اي وين ماشي انت؟ معناتها باش تنجح باش تعبي تقعد كيما انت، تدور تدور وترجع للصفر، ما عندك شيء وعريان. انا يعني كنت نخدم الجزائر اللي هنا، نخدم شوي مازوت، نخدم شوي مواد، ونخدم على صغيراتي. مازوت معناها كونترا؟ كونترا انت مش كونترا، كنيترا معناتها مش كونترا. كنيترا صغيره. كنيترا صغيره. ما عندكش قلق في الثنية؟ ما عندكش قلق في الثنية في الحد؟ ما يقلقك حد؟ قلق انا نحب نعيش، انا لاني ما نضرش حد، انا لا نضر حد ولا ما نحبش نضر لحد، لا الدولة وما نضر حد شيء. انا جيت باش نحب نعيش، اعطيني تو نبطل، اعطيني باش نعيش تو نمشي، اعطيني خدمة لصغاري لولدي لبنتي الراجل. انا ما عندي شيء في الدنيا، انا كان خدمت نتعشى، كان ما خدمتش نبات بلاش. الواحد اصبحنا وجوهنا خيابت، وجوهنا خيابت راي خيابة من الاحتياج، يعني ديما تخمم ما ثمش راحة، تخمم غدوة باش تعيش، غدوة باش تاكل، غدوة باش شنو اللي باش يجيك ماك ضوك، ما ثم شيء. رانا صحيح بس الواحد ما عادش حبسنا، معناتها أصبحنا رانا يعني إنسان عادي يمشي يتحدث وحده، ما عادش هاك الراحة وكل الوجه الباهي، عاد كل إنسان عاد معناتها كل اليأس منكود من داخل، ماهوش مرتاح. الراحة ما ثمش، الراحة كان مش جبالة. وتخدم وحدك ولا معك شكون؟ ولا حتى ولدك ولا راجلك؟ يا هيا فهمتي؟ عسلامة. صافا؟ الحمد لله. تخدم مع أمك؟ مالها هكا تو؟ من ما نخدمش، كيف نخدمش أنا مع ماما؟ ما نعاونش ماما، شكون باش نعاون في الدنيا ذي؟ أنا أنت كناترية صغيرة مش هي تا. هكا هو ربي يقوي الناس الكل، إن شاء الله إن شاء الله نولوا كيما هكيكا. نعمل على ربي كهو، خدمة متعبة برشا برشا، سهران وكل شيء. قد ما نحكي لك شوي، ربي يعينهم كهو اللي يخدموا فيها الخدمة ذي. ربي يعينهم وربي يعينكم زيدا. يا عايشك الله يخليك. ريسك ما موجود في كل ثانية، وتمشي وانت معك الريسك، ما تخدميش ما تلقيش، هذيك خدمتنا كيفاش. بلادنا خلتنا نولوا هكاك باش نخدموا، خاطر في البلاد هذي هاك تشوفي ناس ماشية ناس جاية، نضربها 90% كلها ما عنديش. جي تقول واش عندك في جيب، يقول لك ما عنديش. كيفاش جاتك الشجاعة باش تخدم في الكونترا مع أم؟ تعلمتها من ماما، من صغرتي مع ماما تعلمتني الحكاية هذي، ونحب أكثر. ساعات ماما تخاف نقولها ماما عملي على ربي. ما تخافش تصدم ديريك؟ مش نصدم، فيها مخ وفيها قلب، يعني هذا يتكتك وهذا يعفس عليه، فهمتي؟ طبعا ان شاء الله ربي يعاونك خير. معناتها تو هيك بنيه هيك صغيره، معناتها نحن تحدثنا في الموضوع ذا قبل،
هي بنيه صغيره مالتها تحب تعيش، تحب تقرا، يعني انا قاعده نقري فيها، قري فيها بالفلوس. اي معناتها لبستها وهي ما تحب تعيش كي اندادها ولا ما طالبين شيء. انا تغيظني، تغيظني البنات الكل يغيظوني، تغيظني بنت كي ظلت تعود مش لابسه وناقصه حاجه، تغيظني تغيظني على الاخر. يعني مسكينه، يعني تشوف البنات لابسين وعايشين وهي لا ناقصه فيها برشا حوايج ناقصه. هذيك علاش ينحرفوا البنيات، هذيك علاش الانحراف يا اخي. والباب والام قداش كيفوا كيفوا لظوا لظوا ما لقوش خدمه. الخدمه مش باش توفر لهم برشا حوايج، اما برا خدمه في معمل مش باش توفر لها حتى شيء، مش هتوفر لها. ما عادش تدي خدمه المعمل وخدمه الادارات وخدمه الشركات، ما عادش تدي. خاطر برشا. ما عشتنا غلطت هاي تخلص 600 تخلص 700 وش تزيه، ثم اللي كيري ثم اللي خلص فكريه وما وضو ومصروف وصغار وش يعمل؟ مسك العباد ولد ما قرت الفقر وكل شيء، ما عادش ينجم يعيش صغار ولا يكتر في روحه. ما قصرت انت. ناس تغيظها، ناس يشوفوا مثال ولد هذاك فالتين لابس ولابس، يجي للطفل اللي ما عندوش يقول له بابا بالله شوف صاحبي كيفاش لابس، وش يعمل؟ هو ما عندوش بابا من يجيب له؟ او لقطة بابز او ساسة او اعمالهم الكل او اعمال ما تصليش في البلاد ذي. ارحمونا ولادي، هذا اش نطلب؟ ارحمونا شعب تعبره، صحيح انا نضحك ومفادلك وكل شيء، اما راهو شعب تعب الحق والله بالحق. قلبي يعلم بيك يا رب. يعطيك الصحة. ما يعز بالجمرة كلم عفس عليه. قال لي مزين من برا شحوالك من داخل. القلب من داخل دم. علاش على بلادي تبكي عليها بالدموع بلادك، خاطر ما كانت من احلى البلاد ومن اعز البلاد، ونتمنى ترجع لنا تونس، تونس الخضراء بلح. وانا الشارع لحبي بورقيبه، فهمت فهمتي ولا؟ ديديكات لزيكو، وان شاء الله زيكو ديما منور لنا انت وياه الحنان. او ديديكاس الكساي زاده، وديديكاس الناطريه الكل، واخو ولدي زاده وبنياتي وحنان ومعز وكل العائله كل. وش تحكي اخر؟ مش نحكي لك يا روحي، يعني راهو قد ما نحكي لك بلادي زيدا طازه للبيع، قد ما نحكي لك راهي شوي والله العظيم.